صممت اللوجو بتاع نايكي مقابل 35 دولار. في 1971 فيل نايت الفاوندر بتاع نايكي عمل لاين جديد من الجزم، بس كان محتاج حد يعمل له لوجو، فراح طلب من جرافيك ديزاينر اسمها كارولين ديفيدسون تعمل له اللوجو. المهم قال لكارولين، بصي انا عايز لوجو كده يوحي بالسرعه بالسبيد، وبيني وبينك انا عايز ديزاين كده يحط على المنافسين بتوعي اديدس وبوما. البنت قعدت عملت 5 ديزاينز وجابتهم له ولا واحد عجبه، بس لقيته ركز كده مع لوجو اللي هو بتاع نايكي دلوقتي، وقال لها بصي انا مش عجبني، بس انا هاخده وهتصرف كده يمكن يعجبني قدام. ده 35 دولار زي ما طلبت. طبعا اللوجو اتعرف والشركه بتعمل ملايين، وكارولين بتبكي على حالها، بس فيل نايت ما سكتش. في 1983 عمل لها سربرايز بارتي في الشركه، ادها خاتم ذهب عليه اللوجو واسهم في نايكي كانت تساوي $1,000,000 في 2010، وبيقولوا انها ما بعتش. تفتكروا الاسهم دي عامله كام دلوقتي؟